تقوم دائرة كري الأنهر في محافظة كركوك موقع سد بس بكري ترسبات السد وإزالة القصب من بحيرة مقدم سد بس بكمية مخطط لها تبلغ 550 ألف متر مكعب، وتم كري 470 ألف متر مكعب بنسبة إنجاز تبلغ 85% لغاية 31/10/2018 بواسطة الكراءات والآليات المساندة لها، وتقوم الدائرة كذلك بإزالة القصب وبكمية تبلغ 12 ألف متر مكعب وبواسطة الحفارات البرمائية، وهذا العمل الدوري تقوم به سنويا في هذا الموقع. كما الغاية من إزالة الترسبات في بحيرة سد بس هي لزيادة السعة الخزنية للمياه فيها. نشكر الدعم المباشر من وزارة الموارد المائية والسيد مدير عام دائرة كري الأنهر عادل أحمد يوسف موقع كركوك لكري الأنهر.